لا بس انا لازم اقر واعترف يا استاذ مجدي، فوازيرك بقت صعبه جدا. برافو. صح جدا. البرنامج بتاعنا انوشكا لازم مش سهل. طبعا حاجات صعبه على المذيعه كمان. كويس ان انا ماليش اللي هتحل الفزوره. طب لو استاذ مجدي، لو شيخ البلد عارف خلف ولا سيمفوني بقى، اعملها سيمفوني كده. ده كده شيخ البلد خلف مدرسة. ده خلف يا لهوي. لا على فكرة المزيكا دي حكاية. لا برافو يا مجد. شكرا. الله هاي. أستاذ سمير. أيوة. لو كنت صحفي وحبيت تعمل حوار مع الفنانة دلال عبد العزيز، إيه السؤال اللي يخطر في بالك إن أنت تسأله لها؟ يا عزيزي. سؤال بس يكون صريح جدا، يعني ما يبقاش يقول عزيزي دلال عبد العزيز. السؤال اللي هسأله لها هلا، السيدة المحترمة الفنانة الصاعدة العظيمة القوية جدا دلال عبد العزيز، مصر فيها 66 مليون شاب، ما اخترتيش غير شاب واحد من 66 مليون. هيفضل حزين كده على. طب لو ماذا سنوشك؟ قالت صريح. لو عكسنا السؤال، ولو كنتي صحفيه تسالي سؤال صريح وصريح جدا للاستاذ سمير، تقولي له ايه؟ انت سعيد في جواز سمير؟ هو ده. ايه رايك في الجواز؟ بيوتيفول. جميله عجبتكم يعني؟ الحمد لله. شيرين، اخر البومك الغنائي كان باسم ايه؟ صدقني عشان تصدقوني بس يعني. وباذن الله في البوم قريب باذن الله يعني، بس لسه يعني بختار الكلمات والالحان وكده، بس باذن الله. انا يعني نفسي اقول للفنانه شيرين كلمه، اديني فرصه اعمل لك لحن. انا نفسي اكسر الدنيا. ما بقاش انا خايفه اكسر الدنيا. حاولت اعمل الحان لدلال، بس لقيت الالحان هتاخد سكه تانية. لا يعني لقيت هيبقى في تغيير في الموسيقى. فنفسي بقى اعمل حضرتك لحن واعمل انوشكا لحن ان شاء الله. الفنانه اننا مع بعضين. الفنانه شيرين وجدي، جربت التمثيل وجربت الغنى، انه اصعب؟ التمثيل. انا الغنى حاجه انا عارفاها وحاجه انا حباها. مش صعبه برضو الغنى؟ لا بالنسبه للمطربه او مطرب يعني صعبه. انا بالنسبه للتمثيل في البحث عن الكلمه، ازاي تنقي اللحن، بس حاجه انت بتبقى عارفها يعني حاساها وكده، حاجه مجالي انا الاساسي. انما بالنسبه للتمثيل يعني برضو اول حاجه بتصادفني مش عارفه احط ايدي فين، يعني اعمل ايه وانا بمثل ده كده. لا لا والله اللي شجعني ان الدور كان كله هنا. عارفه شيرين، يمكن وائل يقصد ان هل التمثيل بالنسبه لك يعني بالمقارنه بالاغنيه، لما تيجي تنقي اغانيكي زي ما احنا عارفين لما بننقي اغنيه كلمات الاول وبعد كده ازاي تتلحن، يعني هل ده بيبقى صعب عليكي انك تنقي الكلمات وبعدين توديه لملحن الخ الخ، ولا انك تقعدي تفكري في الدور في مسلسل هتركزي فيه وهو ده اللي انت هتعمليه؟ لا طبعا الغنى اسهل بالنسبه لي، على اساس ان الكلمات اول حاجه باجي اختارها، يعني بحس ان هي مناسباني يعني. وبالنسبه للالحان ملائمه لطبقه صوتي وكده، و يعني ما بقاش مشكله بالنسبه. لا بالنسبه للادوار بقى وكده يعني برضه بتبقى سبب حاجه ان المطرب المطربه زي ما الممثل بيبقى بالنسبه له الغنى يبقى لونه زي ما قلت. يعني انت ناجحه في غناكي كمان، الفنانه انوشكا ناجحه في غناها، وجربتي انت حته التمثيل فنجحت فيه لانك طبيعيه، وكذلك انوشكا، وكذلك لما نبص بقى في مزرعه
فنان عمرو دياب ما هو بيمثل دلوقتي ونجح في التمثيل، محمد فؤاد بيمثل ونجح في التمثيل. فاذا انا شايف عبد الحليم حافظ جميل، جميل وشاديه، وشاديه جميله، فريد الاطرش، سلام حجازي، استاذ محمد عبد الوهاب، احمد الاستاذ سمير، كلهم علامات في التمثيل وفي الغناء.